الرحيم. أحبتي في الفن والحياة، باسم المبدعين والمبدعات والمثقفين والمثقفات والشعراء والشاعرات والمناضلين والمناضلات والإعلاميين والإعلاميات، باسم أبناء هذا الوطن نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على المجهودات الجبارة التي يقوم بها اتجاه شعبه الذي كان دائما وسيظل وراءه مجندا في المحن والأفراح، كما نشكر ونعتز بالمجهودات التي يقوم بها الجيش والقوات المساعدة ورجال الشرطة والأطباء ورجال السلطة على كل المجهودات والسهر ليل نهار من أجل مصلحة هذا الوطن والمواطنين، وخوفا على حياتهم وحياة عائلاتهم، فشكرا لهم جميعا. نحن اليوم مقبلون على مرحلة صعبة، إن شاء الله سنخرج منها سالمين بفضل مشاركة مجهوداتنا جميعا. يجب أن نتضامن ونتلاحم حتى نخرج من هذه الأزمة من أجل هذا الوطن العزيز الغالي، وطن كل المغاربة، وطن محمد السادس الذي يجاهد من أجل أن يحمي شعبه من هذا الوباء. وكي نساعد بعضنا البعض ونكون يدا واحدة من أجل مستقبل بلدنا، أرجوكم أستعطفكم ألا تخرجوا، ظلوا في بيوتكم حماية لكم ولعائلاتكم، فحياة الإنسان غالية عند الله، فحافظوا عليها لنخرج سالمين من هذا الامتحان الصعب. لا تخرجوا أرجوكم أحبتي، فأنا أعرف أنكم تحبون هذا الوطن وتريدون الحفاظ عليه وعلى أبنائه. هذا نداء من أختكم التي تحبكم محبة دائمة وتعتز بكم وتعتز بهذا الوطن. الله يحفظ بلدنا وملكنا وشعبنا من هذا الوباء. أختكم تكرر، أختكم التي تحبكم جميعا، سيدة ثريا جبران تناديكم وتؤكد عليكم وتترجاكم ألا تخرجوا من بيوتكم حتى تمر هذه الأزمة بسلام. تحياتي إلى الجميع، وإن شاء الله سنخرج سالمين من هذا الوباء، وسنخرج سالمين وناجحين من هذا الامتحان. تحياتي لكم جميعا، أحبكم جميعا.